وينو مرحطين وينو نهذب بيكي وين وين محمود وين محروس وين الياس وين حسين مرحطين ومرحطين وينو نهذب بيكي وين وين محروس وين محمود وين الياس وين حسين ومرحبتين ومرحبتين وينو نهذب بيكي وين روشي يلا وخلي الصبوحة شحرورة تغني ويهز البارود مرحب تعين ومرحب تعين وين نهدى بيك وين وين مسعود وين محمود يا هلا قموري يعطيك العافية الله يعافيك ويخلي لي اياكي يا قمورة شلوني منيح الحمد لله اشتقتي لي طبعا اشتقت لك لكن ما اشتقت لكش تفضلي يا ميزة هذه هالمقشي هذه هدية مني إلي هي ما هي بيبي إيش تمطرحة هيك ها هذه اسمها مقشي مش مثل مقشتنا القديمة انكسر ظهري وأنا عم كنس فيها قديمة؟ لا يا ميزة لا بزعل منك ها لا تحكيش هاي قديمة ليش؟ مثل ما عم قلك هالمقشي هذه هالقديمة غالية علي كثير معقول يعني هذه المقشي غالي عليك؟ طبعا طبعا يا ميزة لانه هالمقشي ورثني اياها المرحوم الوالد الله يرحمه ترابه يعني مثل ما لك شايفه هذه نصها ذهب ونصها الثاني ما ذهب مش عم بفهم عليك شي يا بيي طبعا هذا لغز تلفزيوني وزنك ذهب كمان فهمت الشي وك يا ميزة يا حبيبتي نصها ذهب يعني طار راح ذهب ونص الثاني ما ذهب يعني لساته موجود ما طرش بعد لسه رح تشتغل بالبيت تفضلوا الغدا جاهز مرحبا يا ميزة شلونك عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة شو هال؟ يا سلام سلم المجدرة تتكلم أنا روح قلبي المجدرة مع البصل بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لي شو صار معك؟ شو بدك؟ شفت له خيك خليل خليل؟ وشلون بدي شوفه يعني؟ المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعية فلاحية وأبيرضاش يقابل مخلوق يخلق إلا بموعد مسبق بس انت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسمية هيك المفروض بس خليل أفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه لخيو ولميو كأني أنا حرف ساقط وبيستحي مني الأفندي فشرة عيونه وليش لحتى يستحي فيه أنت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم الفرق أنه هو قوي وغني وكلمته مسموعة وأنا فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة يعني أرض كل الناس بيعرفوا أنها إلك بقى ليش؟ هلق شو بدنا بالماضي يا امي هذا خلاص اللي راح راح وقبلناش نقلب مواجع صدقيني يا امي هذا اني مش زعلان عشان الارض يلي ما قدرتش حصلها منه اني زعلان ومقهور لاني مش عم بقدر صلح قطعة هالارض الصغيرة البقياني عنا طول بالك بيي كل شي بينحل على القليل مشان صحتك مش بيدي يا امي هذا مش بيدي الواحد لازم يحسب حساب لانه الزمن ملوش امان مالوش امان غدار يعني معروفي يوم بيخليك فوق ويوم بيخليك تحت معروفي ميزة طيب انا عندي رأي هاتي لشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص لا تجيبيش هسيري على لسانك بتاتا قال ارهن البيت قال عال والله هذا اللي كان ناقصني حتى تقبل معي خير يا ابو ميزة لا 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 افشي ابدا اعطيني كاسة مي الله يرضى عليك روشي روشي شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300,000 ليرة مشان يصلح فيهم الأرض والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري والفلاحين كلهم عم يبيعوا أراضيهم حتى يعيشوا بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة أفيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ فيه بس قلال مثل مين يعني؟ مثل أبو دعاس مسار الأراضي وأبو سعيد الدكنجي طيب ما يروح لعندهم يتدين منهم؟ بي حقاني والناس بيحبوه هذول ناس بيخافوش الله وشروطهم قاسية وبيمصوا دم البني آدم مثل العلق الله لا يشبعهم يعني ما راحش لعند حدا راح بس ما مشي الحال موسيقى
طب أنا عندي فكرة. شو هي؟ السبي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني روح لعنده، بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بدي لنا شي 400 ألف ليرة، منه نربح بح 100 ألف ليرة ومنه منصلح الأرض. إلهي صلحوا رقبته. طب بلكي بحن علينا؟ شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفني إياها. طيب خليني جرب. والله ما بعرف يا بنتي، والمفروض إنه يقدر زيارتك إله، وخاصة إنك بنت خيه وكان يحبك كثير وانت صغيرة، بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا. أما إسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش إذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لأني حاسي بوضع بي كثير، وبعرف إنه هو عم بكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة إذا إجا بي. وينك يا بنت هاي؟ أهلين بي، أهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. يا ست هاي من أنت هاي؟ جبت لك هريسة اللوز يلي بحبها قلبي تقبر عظامي قبر. يسلموا دياتك بي، ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي. تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم انطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خلال؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خلال؟ شو روح؟ شو روح؟ شو الفكرة؟ ميادة عمي لنا إبريق متي. يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش لا تروح لعند عمها خلال؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خلال؟ قسما بالله. خير عمي؟ في شي لا سمح الله؟ يعني بلا طول تسيري ومختصر الحديث، بي متضايق كثير. قر، شو مضايقه؟ الأرض اللي عنده كلسية ومالحة وبدأ شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الأولانية. شو قصدك؟ أبقصد الشي بس يعني. هلق بلا بسبسي، إذا كان بيك بعثك مشان قص الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله الصغير انه بيو ورث له اياها، فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي، مثل ما لك شايفه الارض هي امتداد لارضي، وبي الله يرحمه ويحسن اليه اعطى كلام شفه لبيك بخصوص هاي الارض، فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالارض بيديه ورجليه، وبيك للامانه ما معوش طابه بهالارض. وانا لما قدمت للدوله اثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالارض باسمي. مزبوط ولا لا لك يا عمي؟ يعني عمي انت زلمه واصل وبتقدر تعمل يلي بدك اياه، والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمه ميادة، ابي سواش تحكي مع عمك بهالطريقه هي، احسن ما ازعل منك. ها الزم حدودك وعرف شو عم تحكي. انت لساتك صغير يا عمي وما بتفهمش بهالمسائل هي ابدا. بس يا عمي بي واقع بضيقه كبيره، وصفيان على الحديدي يعني، ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملك. بلا عفيفي بلا شريفه، اصلا عيب علي يبعثك لك هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو مبعثنيش، انا جيت هيك من حالي. ولك اسا بلا لف ودوران، قولي لي شو بدك من هالزياره وريحي لي قلبي. بدي شي يا عمي كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي، ولك اقعدي عليتي لي قلبي، قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصه اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي وكاني عدوتك ولا غريبه عنك؟ عمي ميادة اتركي العواطف على جنب واسمعي شو راح اقول لك اسا. عمي انا انسان عملي وراح اعرض عليك عرض، لو كان صح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ انا من رايي بدل أبوك ما يدين مصاري مشان يصلح أرضه، لا ابيها أحسن له وبلال وجعت هالرأس، وأنا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حق كاش وعلى دوز بارة. أنت بتعرف يا عمي العالم مفلسة هاليوم وفيش حدا مع مصاري يشتري من حدا، الناس ماكل هوا بالملعقة. يعني وأنا لو ما كان بيك خيي والظفر بطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحة. يعني يعني إذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح، تينه المصريات خليه يصلح فيهم الأرض، بلكي بتصير مصدر رزقنا، لأنه نحنا ما بنقدرش نستغني عن الأرض. لا والله يا عمي ما حذرت منه، أصلاً أنا إذا نويت إنه دينه لبيك فبده رد لي المبلغ مضاعف، وأنا بظن يعني إنه بيك مش قد هالحمل يعني. يعني بدك تاخذ منه فاير؟ سميه مثل ما بدك، بس المضطر يا عمي بده يتساهل صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش، هذا الموجود.
ايه تواخذناش عمي، ضيعنا لك وقتك. صباح الخير يا ميادة. صباح الخيرات يا هلا. لوين يا مهون؟ والله رايح على ضيعة عنكبوتة السلطان. ايف بعيد عليك كتير. لا مش بعيد ولا شيء، كله ساعتين زمان. برتاح شوي بضيعة هذه، شو اسمها هذه، خرادة البقر. بعدين بكمل مشواري. وشو بدك تسوي بعنكبوتة السلطان؟ بدي زور مختار عنكبوتة السلطان، صح بكثير، صار لي زمان ما شفتوش. العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. شلونك يا طريف؟ شلون خيي ابن امي وبيي؟ الحمد لله عمي ابو مياده، داعي لك بالخير. داعي لي بالخير. لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده؟ طبعا عمي ابو مياده، ليش انا الي غيره؟ لا ملوش غيره قال. الله يهنيك فيه يا عمي، اخي خلال. خلال. كاني شايفك مشقلق اليوم. شو يعني حليت مشكلتك؟ الحمد لله رب العالمين، فرجها وزاد بعدي اسمه، بعدي اسمه الرب، بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا وين رايح عمي ابو مياده؟ راح لعند صاحبه مختار العنكبوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. شو رأيك بها المسجلة يا مييدة؟ هي بهيبة كثير، بتجنن، بتاخذ العقل. إلا مهيوبي، هذه هدية مني إليك، حتى تسمعي فيها مييدة الحناوي وديانة حداد ونجوى كرم ورويد عطية. رويد عطية بعد هذه سوبر سوبر ستار. اسلموا إيديك بيي، اسلموا إيديك. بس ليش معذب حالك؟ أكيد هي غالي كثير. لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي، ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي. وهي الله بعد اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد، يعني تراب الأرض صار مثل الحنة، وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا، وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد. ربي الله يجزين خير بختار العنكبوتة، شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله. لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت. سبحان الله يا ميزة، يعني احيانا القريب بيقرصك بسنه يفتو، والغريب بيداويك بعطفه ورحمته. سبحان الله بقلوب البشر. ليك مين جانا يا ام ميزة؟ ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البوق؟ اكيد جاي يشمشين. العافية عمي أبو ميادة. هلا طريف، إيش لهناك؟ الحمد لله داعي لك بالخير. خير إن شاء الله. شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان. أي والله عم نجدده. ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملي له عصير يا أم ميادة. لا 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 شكرا كثير عمي أبو ميادة، مستعجل شوي. بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن أنت ابن أصل يا طريف. شكرا كثير عمي أبو ميادة، على العافية إن شاء الله. الله معك وقلبي دعي لك. طلبته يسلم علي قال سلم على أخي خليل باي. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمة، هو ومعلمه. تعي يا ميزة، تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيني حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انوي لغة هذه، شو هذه؟ وين العرباي؟ وينه؟ هذه العرباي. نظام التشغيل، ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط
اضغط المخبز. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شي؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابيس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ كمان بعرفوش. أصبع خشنا البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. المهلي هلا مرحبا. المهلي هسا نطول الغدا يا ابو مياده، جعنا يا اخي. يلا يلا جاي جاي، خس جوع يا شباب. يا الله تفضلوا. صحه وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عامل يا ابو مياده؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طب ايش هكثير يا ابو ميادة، ما كانش في ضرورة، نحنا ملناش غربة. كثير مثقلها يا ابو ميادة كثير. لك بدوا ايديكم هلق وكلوا هوا العرعر القصة. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ام ميادة هاتي ماي. يلا يلا شاي شاي يا ميت. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. يسلم هديه يا مياده، كله صحه وعوافي ان شاء الله. خير يا مياده؟ شبه حاسس شي مثل سيخ النار بصدري. مياده 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 مياده. خير خير يا ابراهيم، سلامه قلبك. الله يخدوه، سطحوه على الديوان. دخيلك يا ابو سليم، نطلع للدكتور شو عمل. خليه يجي دخيلك بسرعه. تعال معي يا ابو فرحان. تعال يقر. شو هالحكي؟ قلت لي عامل عزيمة عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي، هيك قال لي لحام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان. لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو ميادة اشترى خروف المنسف من عند اللحام ابو مسعود. خروف ومنسف لكان؟ اي والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري بعزقها، منين منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافية يا أبو ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا أبو ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. كيف سلمتني؟ اطمنوا اطمنوا، إن شاء الله خير. يعني بين شو في معه ولا بعد؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مداراة. يا دلي، يعني بده عملية؟ لا، يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العملية. إن شاء الله إن شاء الله على الحبوب والأدوية بيمشي الحال. دكتور أني باكل دسم كثير وبحب الهبر، إله هالشي علاقة بوضعي يا ترى؟ لا لا ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك، يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أم ميادة. بتريد شيء ثاني؟ أم ميادة بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي، إسا بروح لعنده. خير، شو بدك منه؟ بدي أحكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أم ميادة. هي سلامة قلبك يا بيي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طول وشو قصير؟ خلاص يا مييدة، الرحلة انتهت، دوري بهالحياة انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني؟ بدي أعيش للأبد للأبد، ولك بنتي لا يدوم إلا وجهه الحي القيوم. إسا قيمنا من هالحكي وقلي شو أعمل لك اليوم؟ شوربة رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو ميادة. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسنت. لا والله يا ابو متعب، وبيني وبينك المرض بطلان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا
اهلا وسهلا عمي، تفضل تفضل. بريد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم. ما على قلبك شر يا خي، الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وندرة من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل، أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي إبراهيم، تكرم عيونك، انت خيي الكبير وطلباتك أوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. ايه تكرم عيونك خيي، سرك كبير إن شاء الله. أنا كان عندي صيغة ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غالين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل. بقى أعطيه الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل. وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، وأني مسامحك ببقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خيبو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب إن شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر بقدر موت واني مرتاح. وهذه دشيش. يا اهل الديري، يا اهل الضيعه، رحبوا على المرحوم ابراهيم زين الدين ابو مياده. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ اي موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار، والله يرحم امواتك وامواتنا، وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وفي أرض. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. ايه تكرم، على عيني ورأسي. الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح أمضيها قدامه واعترف لك فيها بأنه أرض أخوك بريئة الذمة نهائياً.
أنه أرض يا مختار. الأرض تبع المرحوم خيك. شبهة؟ ولو كانت مرهونة عندي. الأرض مرهونة؟ طبعا، على أنه أساس دينته 400 ألف ليرة لكان الأرض هي الضمانة. يعني المرحوم رهن أرضه مقابل هال 400 ألف ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت إسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكرة رح أبعت هالورقة لعياله حتى يفرحوا. قل يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا أماني عندي. هو قال لي إذا إجا خيي خليل أعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشت مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني، بس هلق رح تطمن روحي بأنه مراتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالأرض بإذن الله. أخوك المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. في شي خليل بايك؟